أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها نفذت عملية أمنية في قرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقاً أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم وشكلت خطراً على سلامتهم. وأوضحت الوزارة على حسابها في تويتر أن التدخل الأمني جاء لفرض الأمن والنظام العام بعدما أصبح الموقع مأواً لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة بحسب الداخلية البحرينية. في المقابل رأى حزب الله في بيان إننا إزاء هذا الاعتداء الهمجي الذي أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الجرحى والشهداء واستباح حرمة منزل الشيخ عيسى قاسم، معتبرين أن أي مس بحياة أو سلامة وكرامة الشيخ قاسم سيفتح الأمور على مدى المكان والزمان على احتمالات لا يستطيع أحد توقع مخاطرها ونتائجها. هذا وأفادت معلومات صحفية عن وقوع شبكات في الشارع المؤدي إلى منزل الشيخ قاسم بعد تقدم الأهالي لفك الحصار.